بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. نكمل سفر المزامير مزمور 52 ومزمور 53. لإمام المغنين قصيدة لداود عندما جاء دواغ الأدومي وأخبر شاول وقال أنه جاء داود إلى بيت أخي مالك. لماذا تفتخر بالشر أيها الجبار؟ رحمة الله هي كل يوم. لسانك يخترع مفاسد كموس مسنونة يعمل بالغش. أحببت الشر أكثر من الخير، الكذب أكثر من التكلم بالصدق سلاح. أحببت كل كلام مهلك ولسان غش. أيضا يهدمك الله إلى الأبد، يخطفك ويقلعك من مسكنك ويستأصلك من أرض الأحياء سلاح. فيرى الصديقون ويخافون وعليه يضحكون. هو ذا الإنسان الذي لم يجعل الله حصنه، بل اتكل على كثرة غناه واعتز بفساده. أما أنا فمثل زيتونة خضراء في بيت الله، توكلت على رحمة الله إلى الدهر والأبد. أحمدك إلى الدهر لأنك فعلت، وانتظر اسمك فإنه صالح قدام أتقيائك. مزمور 53 لإمام المغنيين على العود، قصيدة لداود. قال الجاهل في قلبه ليس إله. فسدوا رجسوا رجاسة، ليس من يعمل صلاحا. الله من السماء أشرف على بني البشر لينظر هل من فاهم طالب الله. كلهم قد ارتدوا معا فسدوا، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد. ألم يعلم فاعل الإثم الذين يأكلون شعبي كما يأكلون الخبز والله لم يدعوا. هناك خافوا خوفا ولم يكن خوف، لأن الله قد بدد عظام محاصرك. أغويتهم لأن الله قد رفضهم. ليت من صهيون خلاص إسرائيل، عند رد الله سبي شعبه. يهتف يعقوب ويفرح إسرائيل الليل. يعني زي ما قرينا المزمورين دول، الاثنين دول مرتبطين ببعض. مزمور 52 بيتكلم عن شخصية معينة اللي هي شخصية الجبار، ومزمور 53 بيتكلم عن شخصية الجاهل. والاثنين دول يجمعهم صفة واحدة، بان الاثنين دول هما ضد المسيح. صفات الانسان اللي ضد المسيح، اللي رافض المسيح، اللي ملوش علاقة بالمسيح. فبيتكلم من خلال بعض المواقف اللي مرت بحياة داود النبي. والحقيقة ان الموقف ده ما كانش مجرد قصة حصلت، على قد ما انها كانت اشارة لما سيحدث مع شخص السيد المسيح. فبيقول في المقدمة بتاعت المزمور 52 لإمام المغنيين، ينشدها قائد المغنيين قصيدة. ودينا مقدمة قبل كده عن كلمة قصيدة، والقصيدة هي عبارة عن شعر تعليمي للفهم. يعني عايز يحط تعليم من خلال الشعر اللي بيكتبه المرنم. وداود هو اللي كتب هذا المزمور وسلمه للعبادة، او سلمه لقائد المغنيين علشان ينشدوا بالعبادة في الهيكل. وكان في ذكرى معينة انه كتب بسببها هذا المزمور. بيقول الحادثة اللي كتب بسببها هذا المزمور ايه؟ عندما جاء دواغي الأدومي وأخبر شاول وقال له جاء داود إلى بيت أخي مالك. واللي درس حياة داود يعرف أن في موقف معين حصل لما كان داود هربان من شاول، وشاول فضل مطارد داود وكان عايز يموته. شاول هرب في وقت من الأوقات وراح إلى خيمة
الاجتماع عند كاهن اسمه اخي مالك. واخي مالك ما كانش يعرف ان في عداوة بين شاول وبين داود. وقال داود للكاهن ده اديني خبز علشان اكل واديني سلاح. فقال له السلاح مفيش غير السيف اللي انت قتلت بيه جليات الجبار، متعلق كذكرى لنصرة الله اللي نصرك بيها على جليات، ومفيش غير خبز التقدمة اللي كانوا بيقدم في الهيكل او في خيمة الاجتماع في القدس، وهذا الخبز كان لا يحل اكله الا للكهنة. لكن لان داود كان في هذا الوقت مضطر ومحتاج لهذا الخبز، اعطاه اخي مالك هذا الخبز. اللي شاف هذا الموقف رجل اسمه دواغل ادومي، كان موجود، ويقول عنه في سفر صموئيل الاول انه كان رئيس رعاة شاول. وكان دواغل ده محصور في طلبة او عنده مشكلة، وراح لاخي مالك علشان يصلي له ويقدم ذبيحة عنه من اجل ان ربنا يديله الطلبة بتاعته او يحل المشكلة. فشاف الموقف اللي تم ما بين داود واخي مالك، رجع قال لشاول ان الكاهن اخي مالك ادى لداود خبز واداله السيف بتاع جليات، فامر شاول ان دواغ ده يروح ويقتل اخي مالك الكاهن وكل البيت بتاعه. لكن كان ليه ابن هرب وراح لداود واخبره بان شاول قتل كل بيت اخي مالك الكاهن وكل اولاده، وان السبب في هذا الموقف هو دواغ الادومي. فرنم داود هذا المزمور على الانسان الجبار، ولكنه ليس جبار في الخير لكن جبار فين؟ في الشر. ورنم هذا المزمور على دواغ الادومي اللي كان سبب في انه يقتل اخي مالك الكاهن اللي صنع معروف مع داود. فداود قال لابنه ابن اخي مالك خليك معايا، كان اسمه ابيثار الكاهن، وان نفس اللي بيطلب نفسك هو بيطلب نفسي ايضا، فانت هتكون معايا في مأمن. لكن ظل هذا المزمور نموذج لما تصنعه الوشاية او الادانة او الفتنة او النميمة اللي بيصنعها الانسان في الاخرين. فرنم هذا المزمور وصلى بيه وكأنه بيحطه قدام ربنا، انك انظر يا رب لعتات الشر اللي هم بيفتروا على الاخرين. حقيقة المزمور 52 ده يعتبر مزمور من 8 مزامير بيضمها فكرة واحدة بيتسمى مزامير الطريد. مزامير الطريد يعني داود رتلها وهو مطارد. والمزامير دي شفنا بعض منها، المزمور 7 والمزمور 14 ومزمور 49 ومزمور 52 مزمور 55 56 57 124. دول بيسموها مزامير الطريد اللي داود قالها وهو مطارد وهربان من شاول. فبيقول لماذا تفتخر بالشر ايها الجبار؟ وكلمة الجبار هنا مش اللي معناه قوي بعضلاته او قوي بقدراته، لكن القوي بالاثم او قوي بالشر، القوي بالخطية. لان ساعات الانسان قلبه بيتقوى بالخطية وبالشر وبيتقسى وبيصل الى حالة من التكبر والتكبر. يبقى انسان محدش عارف يكلمه، ومش بس كده لكن بيخترع مفاسد وبيخترع شرور وبيفتخر بيها. لماذا تفتخر بالشر ايها الجبار؟ ويمكن كلمة الافتخار هنا مش معناها المظهر الخارجي بتاع الانسان،
ان يعني الانسان يمشي ورفع راسه فوق ونفخ صدره، لا. قد يكون الافتخار مش ظاهر في مظهر خارجي للانسان، لكن يكون الافتخار شيء جوه الانسان. جواه ازاي؟ بمعنى ان الانسان يكون باستمرار راضي عن نفسه، راضي عن اللي بيعمله، بالرغم ان اللي بيعمله في مرات كتيرة ممكن يكون خطأ، وخطأ شديد جدا ومهين جدا. عشان كده السؤال اللي بيسأله لماذا تفتخر، ما هوش بيوجه الكلام ده لدواغ بس، لكن بيوجهه لكل نفس بشرية. يا ترى انا بفتخر بالشر اللي موجود في حياتي؟ مش شرط ان يكون الافتقار ده مظهر خارجي انا باخده، لكن يا ترى انا راضي عن نفسي باستمرار، وعن اللي انا بعمله واللي انا بفكر فيه واللي انا بتصرف بيه. ده واخده ظن في وقت من الاوقات ان اللي بيعمله صح، انه لما يروح ويفتن على داود ويهيج شاول على داود، ظن ان اللي بيعمله ده موضوع كويس وعظيم يفتخر بيه، بينما كان في واقع الامر ان اللي عمله ده عمل حقير ودنيء. وفي اوقات كتيرة جدا الانسان بيفتكر ان اللي بيعمله ده شيء كويس وحلو، بينما هو بيبقى شيء خسيس. لان من السهل جدا الانسان يخلط ما بين الانجاز وما بين الصلاح. يعني ايه؟ الواحد ساعات بيفرح انه عمل عمل انجز شيء. من السهل ان انا انجز شيء، وممكن اتفوق في الشيء اللي انا بنجزه ده هوت، لكن قد يكون الشيء اللي انا بنجزه ده شيء غير صالح، غير مفيد، غير مقدس. زي مثلا واحد بارع في الكذب، عنده مهارة جديدة في انه يكذب، او واحد بارع في السرقة بينجز شيء، لكن الشيء اللي بينجزه ده ايه؟ غلط، غير صالح. فممكن الانسان يتقن عمل، لكن مش معنى انه اتقن عمل انه ده شيء كويس، لان قد يكون الشيء اللي بيتقنه ده شيء خسيس ودنيء جدا. زي مثلا اللي بيلعب قمار او بيلعب ثلاث ورقات، يكون حريف ويفتخر جدا بنفسه، يعني انه يقدر يضحك على اي حد. هو اتقن وهو انجز، لكن اللي اتقنه والانجزه ده شيء ردي، شيء شرير. عشان كده دواغ ظن ان اللي عمله ده شيء حلو كويس هيرفعه فوق اكتر، والملك هيرضى عنه وهيقربه اليه اكتر، دون تفكير في النتائج اللي ترتبت عليها هذه الوشاية او هذه النميمة. ان في بيت بحاله كله تقتل، اخي مالك الكاهن اللي هو قدس للرب ومقدس للرب، وكل اعضاء اسرته قتلهم شاول. فاذا كان الانسان عار عليه انه يعمل الغلط ويرتكب الشر، او يعمل الاعمال الخسيسة والدنيئة، فعار اكبر جدا عليه انه مش بس عمله، انه يفتخر بيه. اذا كان عار انه يعمله، فعار اكبر كثيرا جدا 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 انه بعد ما يعمله يفتخر بيه. هتشوفوا بعض النماذج من الخطاء او الاشرار اللي عملوا كده قبل ما يعرفوا المسيح، زي القديس اغسطينوس. اغسطينوس قبل ما يعرف المسيح ما كانش بس بيعمل الشر، لكن ده كمان كان بيعمل ايه؟ طير اعترافاته، كان بيفتخر انه بيعمل هذا الشر، وكان بيألف قصص يحكيها عن شرور هو بيقول انه عملها وهو ما عملهاش، علشان يفتخر بالشر اكثر واكثر. لكن اكبر شر بيعمله الانسان هو انه يقف ضد رحمة الله. عشان كده بيعاتب داود ويقول: لماذا تفتخر بالشر ايها الجبار؟ رحمة الله هي كل يوم، او تلاقوه بعض الترجمات رحمة الله اليوم كله. اليوم كله بمعنى ايه؟
لما يقصد كلمة اليوم كله في المزامير، انا قلتها مرة قبل كده، العمر كله بالضبط. رحمة الله متجددة، رحمة الله كل الايام، رحمة الله كل وقت. لكن الانسان الشرير هو اللي بياخد موقف الرافض او الرازل او المحتقر لرحمة الله، زي دواغي الادومي ده اشعل حريقة كبيرة جدا بمصائب كثيرة، حلت بداود وحلت باخي مالك وبيته، وما فكرش في رحمة الله اللي بتستر، ورحمة الله اللي بتعين، ورحمة الله اللي بتعين. فالانسان الشرير هو اللي بيقضي حياته كلها في مقاومة رحمة الله المترفقة ورحمة الله المحبة. لكن عايز يقول اذا كان الشرير في جبروته بيتحدى رحمة الله، لكن رحمة الله ايه؟ اقوى، ورحمة الله تبطل كل مؤامرات الاشرار. ده الاختبار اللي هو اختبره داود، ان بالرغم من شر دواغ والمكيدة اللي عملها، الا ان ربنا برحمته نجى داود. لسانك يخترع مفاسد، كموس مسنونة يعمل بالخش. واخطر حاجة في جبروت الشرير مش قوته وعضلاته، لكن لسانه. عشان كده سامحوني خطورة الكلمة اللي بتطلع من لسان كل واحد منا، خطورة الكلمة. حتى لو كانت كلمة بتهيأ لنا انها بسيطة او تافهة، لكن احنا ما بنعرفش الكلمة دي بتجرح قد ايه. عشان كده معلمنا يعقوب لما اتكلم عن اللسان قال عليه ان هو ايه؟ شر، سم مميت. اللسان ده شر، سم مميت. وكل الاباء اللي نبهونا كلمونا عن اهمية ان الانسان يضبط لسانه وكلامه. انا بقول الكلام ده في حزن شديد جدا، لان حتى في اعترافاتنا، حتى في اعترافاتنا مش بنروح نعترف بخطيئتنا وتقول لابونا انا غلطت في كذا وكذا وكذا وكذا. ده انا بروح اقول له انا شفت فلان وفلانة في الوضع الفلاني بيعملوا ايه، واعفروني يا ابونا. والمصيبة بقى ان لو كان الكاهن من النوع اللي بيحب يسمع، عايز يعرف تفاصيل. اعتراف ايه ده وتوبة ايه دي اللي بنروح نتكلم فيها على الناس التانيين ونفشي اسرار الناس التانيين، وبحجة ان هم ايه؟ اعفرون. اعفروك، مش هم اللي اعفروك، انت اللي شهواني. خطورة جدا ان احنا نتحول حتى في الكنيسة الى مجتمع من النميمة والوشاية والكلام، وكل واحد يعرف ان هو عارف وعامل ان هو عارف ويتكلم على غيره بالردي. اللسان ده اخطر شيء، زي الموس يجرح ويقطع وجرحه ما بيتدواش. عشان كده اذا كان الاباء بيقولولنا ان السكوت، ان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب، ويقولون ان اذن الساكن تمجد الله فتسمع عجائب. سكت لسانك يتكلم قلبك. لكن الانسان اللي عمال يتكلم في كل شيء ويمسك في شيء ويفتري وينم ويدين بيبقى وضعه صعب خالص. يقولوا عبارة لطيفة، الماء لإطفاء النار والدواء للداء والصبر للحزن، أما اللسان فليس له دواء إلا الصمت. يعني عشان تطفي النار محتاج لمية، وعشان تداوي جرح محتاج لدواء، وإذا كنت حزين ليه علاج إنك تصبر. فكل حاجة ليها علاج الا اللسان، دواءه انك تسكت، ما تتكلمش بالوشاية وبالنميمة وبالدينونة وبالافتراء وبالنقد على حد. في بيت شعر يقول شعر لطيف قوي،
يقول جراحات السنان لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان. يعني السنان جرحها يلتم يخف، لكن اللسان الجرح بتاعه عمره ما يخف. فعشان كده خطورة جدا، بيشبهها بانها كموس مسنونة، موس حامية بتقطع. احببت الشر اكثر من الخير، بيتكلم عن الجبار في شره اللي بيحب الشر اكتر من الخير، اللي بيحب الظلمة اكتر من النور، اللي بيحب الغلط اكتر من الصح. طبعه يميل للخطية، يميل للشر، يميل للنجاسة، يميل للغلط. ده بعكس مزمور 45 لو تفتكروه، فاض قلبي بكلام صالح، يتكلم عن ابرع جمال من بني البشر. طبيعته ايه؟ لانك احببت البر وابغضت الاثم، فده عكسه. الكذب اكثر من التكلم بالصدق، ويدي وقفة موسيقية او تغير في النغمات في سلاح عشان الانسان يراجع نفسه، يا ترى انا لساني ده ضبطه ولا لساني ده عمال يجرح فيه. احببت كل كلام مهلك، بسبب الكلام اللي انت بتقوله بتحب انك تقوله تسبب هلاك للاخرين، تسبب حزن ووجع ودمار وخراب للاخرين. ولسان غش، انسان غير صريح، انسان ملتوي. طب النتيجة يكون ايه؟ ايضا يهدمك الله الى الابد. هذا الانسان اللي بيفتخر بجبروته واللي حاسس انه نجح، دواغي الادومي ده حاسس انه نجح، لما راح قتل اخي مالك حس انه كده نجح بانه تقرب الى شاول، لكن للاسف كان نجاحه نجاح تافه ومدته قصيره جدا. نجاحه نجاح تافه ومدته قصيره جدا، لكن هلاكه كان الى الابد. عشان كده هذا الانسان اللي بيدين الاخرين وبينم في الاخرين ليست له حياة ابدية، يهدمك الرب الى الابد. داود رنم هذا المزمور اذا كنت بتفتخر بالشر وما بترحمش الاخرين وبتدين الاخرين وبتكلم الاخرين بكلام غير صادق، بكلام غش، فالخطورة انك انت اللي هتفقد الحياة الابدية. الله يهدمك الى الابد. يخطفك ويقلعك من مسكنك ويستأصلك من ارض الاحياء، بنفس المعنى وبنفس الفكر، لا يكون له حياة ابدية. وشبهه هنا بالخيمة اللي ربنا بيفكها، بيقلعها، يقلعها ويردمها ويدمرها ويطبقها. بينما الصديق فيرى الصديقون ويخافون وعليه يضحكون. بينما الصديق اللي هو افترى الشرير والجبار وكان بيخوفه يشوفوا نهاية شره، وداود شاف نهاية الشر اللي عمله شاول واللي عمله دواغي الادومي. ويخافون من قدرة الله ومن رحمة الله، قدرة الله على إبادة الشرير اللي رفض الرحمة، ويخافوا ان الرحمة تضيع منهم، وعليه يضحكون. زي ما بيقولوا المهم اللي يضحك في الآخر، الشرير هو اللي ضحك في الأول والصديق هو اللي بكى، لكن في الآخر الصديق هو اللي هيضحك والشرير هو اللي هيبكي. هو ذا الانسان الذي لم يجعل الله حصنه، ده الجبار اللي كان معتد بذاته وراضي عن نفسه ومفتخر بشره، مش بس بيعمل الشر لكن بيفتخر بيه، وما اعتمدش على ربنا،
وعلى رحمة ربنا وعلى حنان ربنا ورأفة ربنا. ربنا ما كانش الحصن بتاعه اللي هو متكل عليه، بل اتكل على كثرة غناه واعتز بفساده. اللي كان متكل عليه امكانياته اللي عنده، كان بيتقوى بشهوات قلبه، بالرغبات بتاعته، بمزاجه اللي فينا. هو ده غناه، هو ده ما يملكه. لما الانسان يريد ان يتمتع بشهوته ومعتمد ومتكل ان سر فرحه وسر لذته وسر انبساطه وسر راحته هو في اللذات والشهوات والشرور والمفاسد اللي بيخترعها وبيعيش فيها وبيفتخر بيها. مشكلة العالم دلوقتي ان العالم مش بس بيخطئ، لكن العالم الان صار يمجد الخطيئة. دي المصيبة الكبيرة. مش بس ان الانسان بيخطئ عن ضعف، لكن صار الانسان يمجد الخطيئة. مين النماذج اللي موجودة دلوقتي قدام الشباب وقدام الصغيرين؟ مين الامثلة؟ مين اللي الولاد الصغيرة عايزة تطلع زيهم؟ مين؟ الخطية، اللي عايشين في الخطية. يمجد الخطية الانسان الان، مش بس بيعمل الخطية. عشان كده الانسان اللي ما اتكلش على رحمة ربنا وتاب ورجع وتخلص من الخطية، بل اعتمد على الخطية كمصدر للذته وراحته وانبساطه وفرحه واعتز بفساده. حاجة اللي بيعتز بيها الفساد والنجاسة والدنس والإثم، بيسموها حرية بدل الإباحية، بيسموها المتعة، سموها الفرفشة، سموها الانبساط. لكن المشكلة ان قد يتمتع هؤلاء لفترة من الفترات، لكن هي فترة تافهة وفترة قصيرة ولا تدوم، لان مصيرهم ان هم ينقلعوا من هذا الجسد. اذا كان هذا الجسد يشبهوه بالخيمة، فهذا الجسد سينقلع ويهدمك الرب الى الابد زي ما بيقول في المزمور. هي ان هذا الموقف ما كانش موقف دواغي الادومي فقط، لكن تعالوا كده وبصوا بالنظرة المتسعة، لان زي ما قلنا ان ما من مزمور الا وشخص المسيح لابد انه يكون ظاهر فيه. فهذا المزمور نبوة عن اللي عمله يهوذا الاسخريوطي في شخص المسيح، ونبوة ايضا عن مصير يهوذا الاسخريوطي لما اسلم سيده وباع سيده بالفضة. يهوذا الخائن بيفكر في الشر اليوم كله، حياته كلها بالرغم من معاملات المسيح معاه ودعوة المسيح ليه انه يكون رسول ودعوة المسيح ليه انه يكون من تبعيته وخاصته، الا انه يوم كله حياته كلها كان بيفكر في الشر، لانه كان يعبد المادة. لسانه كموس مسنونة، احب الشر اكثر من الخير، احب الظلمة اكثر من النور، احب الفضة اكثر من المسيح. اختار الوشاية كطريق لحياته انه يشي بالمسيح، ويتفق مع رؤساء الكهنة انه يسلم المسيح للموت، افضل من انه يكون كارث ببشارة الانجيل. بدل ما يتكلم بالكرازة ويكرز ببشارة ملكوت السماوات، توبوا لانه قد اقترب منكم ملكوت السماوات، اختار انه يتكلم بالوشاية وبالنميمة. انتسب للاشرار بدل من انه يعد من الرسل الاثنى عشر، فضل انه يكون مصيره مع الاشرار من انه يكون من طغمة الرسل الاطهار. حب الكذب اكتر من الصدق، حب الغش اكتر من الحق. حتى ان المسيح قال له ابو قبلة يا صاحب تسلم ابن الانسان، قبلة الغش
اللي احبها وقبلها اكتر من انه ينطق بالصدق. احب كل كلام مهلك وكل لسان غاش، عشان كده هدمه الله الى الابد وقلعه من مسكنه في ارض الاحياء، وصارت داره خرابا واخذ وظيفته اخر لانه اتكل على كثرة غناه، مسك في الفضة وتبت فيها واعتز بفساده وبالوشاية بتاعته. يشبهه الانسان في حياته على الارض بان العالم ده اللي احنا عايشين فيه عبارة عن بحر مضطرب، كله امواج وكله خطورة، والانسان اللي بيمسك بالمادة او بالمال او بالشر او بالفساد ده بالظبط كأنه واحد متعلق بحتة حديدة وهو في البحر. حديدة تعمل فيه ايه؟ تاخده وتغوص بيه. اهو ده اللي حصل ليهوذا، اتعلق بالمادة بالفضة، فالفضة خدته وغاصت بيه. لكن اللي مسك في الخشبة، الخشبة دي اللي هي ايه؟ صليب. هو ده اللي يقدر ينجو ويطفو ويسبح، هو ده اللي يقدر يعدي في بحر هذا العالم المضطرب. ايضا في العهد القديم كان في مثال ونموذج لشخص ايضا زي دواغ، تسمعوا ايام حذقيا الملك لما جه سنحريب ملك اشور وحصر اورشليم ب 185 الف جندي من الاشوريين، وكان يريد ان يهدم المدينة. وبعدين جه واحد اسمه ربشاقي، ربشاقي ده كان يهودي بيعرف يتكلم عبري كويس، لكن باع شعب الله وراح انضم لسنحريب وراح انضم الملك اشور. فجابوا ملك اشور علشان بيعرف يتكلم عبري وخلاه يطلع فوق سور اورشليم ويستهزئ، يستهزئ بالله ويستهزئ بحذقيا الملك وبشعب اسرائيل علشان يحطم من معنوياتهم ونفسيتهم. ربشاقي ده اللي بلسانه كان في هذه الليلة ان ملاك الرب يخرج ويضرب من شعب او من جيش اشور 185 الف ويفك الحصار اللي كان على اورشليم. يهدمك الرب، يقلعك ولا يبنيك، ويهدمك الى الابد. فكان دواغ الادومي ده رمز للخيانة باستمرار، خيانة الغش او الانسان اللي تمسك بالشر واحب الشر اكثر من الخير، احب الخطيئة اكثر من شخص المسيح. طب ده الجبار بالشر والقوي بالشر، لكن على النقيض منه الانسان اللي تعلق بالسماء واللي تعلق برحمة ربنا، يقول على نفسه ايه؟ اما انا فمثل زيتونة خضراء في بيت الله. زي الزيتونة، وزيتونة ليست زيتونة برية ولكنها زيتونة خضراء مغروسة في بيت الله. توكلت على رحمة الله الى الدهر والابد. واذا كان هذا الانسان البار الصديق داود النبي بيقول على نفسه ان هو زيتونة خضراء في بيت الله، ده مش من ذاته لكن لانه توكل على رحمة ربنا. رحمة ربنا ومعونة ربنا هي اللي خلته زيتونة خضراء مغروسة ثابتة متأصلة. مش بره ولا قدسته ولا شطرته، لكن رحمة ربنا اللي اتكل عليها وشعر باحتياجه الشديد اليها، رحمة ربنا هي اللي بتخليني زيتونة خضراء مغروسة. عشان كده اشكرك يا رب واداوم حمدا لاسمك زي ما هيقول، لانه صالح وكل الصلاح. ده اللي ما عرفوش الاشرار، لكن الابرار هم اللي عرفوه. اذا كان الشرير يقتلع كما تقتلع الخيمة وتهدم، لكن البار زي الشجرة المغروسة الثابتة المتينة المثمرة خضراء، خضراء يعني
حية، ما هياش ميتة، فيها ثمر، لانه يرجو رحمة ربنا ويعيش بنعمة ربنا. بيقولوا عن الزيتون ان شجر الزيتون ده شجر معمر من اطول الاشجار عمرا. واللي فيكم راح اورشليم فعند بستان جاثيماني يلاقي شجرة الزيتون بقالها حوالي 2000 سنة، اللي كان سيد المسيح بيصلي تحتيها في ليلة آلامه وما زالت موجودة لحد دلوقتي. فشجر الزيتون عمره طويل، لأن الصديق الله يأصله في النعمة وفي القداسة، ينمو كشجرة خضراء لأن يرجو رحمة الله باستمرار، ورحمة ربنا بترويه فبتجعله مثمر، تطلع منه ثمر دائم. وهذا الشجر موجود فين؟ في بيت الله، مغروس في بيت الله. من يغلب سأجعله عمودا في هيكل إلهي الحي. عشان كده الصديق هو شجرة لكن مش من ذاتها، الشجرة دي موجودة فين؟ في الكنيسة، مغروسة جوه الكنيسة، مغروسة جوه جسد المسيح. ما هياش زي واحد يقول لك اصلا انا كويس لكن ما بجيش الكنيسة. الشجرة الكويسة المثمرة هي الشجرة المغروسة في بيت الله، الثابتة في بيت ربنا، طريق بيت ربنا محفور جواها. واذا كان الزيتون ده بيطلعوا منه زيت في دسامة في شبع، وبيطلعوا منه زيت بيستخدموه في الاستنارة. تعرفين ان الزيتون باستمرار رمز للروح القدس، الزيت اللي بيلين وبيدي شبع ودسم ونور، فهو انسان مستنير بالروح القدس، وايضا ينير للاخرين، يروا اعمالكم الصالحة فيمجدوا اباكم الذي في السماوات. واذا كان الزيتون رمز للسلام، فالانسان اللي عايش مع ربنا ومتكل على ربنا هو انسان متمتع بسلام بينه وبين الله، بسلام بينه وبين الاخرين، بسلام بينه وبين نفسه. عشان كده يا ريت الانسان يكون جبار في الخير، ما يكونش جبار في الشر، لان ما اسهل ان الانسان يكون شرير. من السهل جدا الانسان يتدحرج في الشر، لكن من الصعب جدا ان الانسان ينمو في النعمة ويصعد لكي ما يكون جبار في الخير وفي محبة الله. فهو توكل على ربنا وتوكل على رحمته، فربنا جعله زيتونة مغروسة في بيت الله خضراء. توكلت على رحمة الله الى الدهر والابد، ورحمة ربنا هي اللي بتدخلنا الحياة الابدية. عشان كده احمدك الى الدهر، بشكرك يا رب لانك فعلت، لانك عملت معايا اللي انا استنيته منك وانتظرته، اللي انا كنت محتاج له اديتهوني. وانتظر اسمك فانه صالح قدام اتقيائك، اسمك كله صلاح، وانا بستناه باستمرار لانك فعلت وتفعل، عملت معايا وحتعمل. عشان كده انا ماليش رجاء الا في اسمك. وفعلا نشوف ان رحمة ربنا هي اللي انقذت داود ورجعته حتى من بعد ما اخطأ وكانت خطيته شنيعة، ورحمة ربنا هي اللي ادركت بطرس وثبتته وجعلته رسول، ورحمة ربنا هي اللي غفرت لللص وذكرته، وغفرت للمرأة الخاطئة. عشان كده احنا باستمرار بنتغنى ونعتمد على مراحم الله، لانها مراحم ابدية ما بتنتهيش وما بتخلص. داود اعتمد على رحمة ربنا وتوكل عليها، بعكس ذلك الجبار الذي رفضها والذي احتقرها والذي استهتر بيها. عشان كده ارتاح وفضل ساكن ومنتظر وواثق في عمل الله، ان ربنا حيفي بما يعده لانك فعلت.
وحتعمل. ربنا لما يوعد بحاجة لابد انه يعملها، ويقول حاجة لابد انه ينفذها. عشان كده احنا بنحط ثقتنا فيه. يضع الانسان ثقته في اسم الله المملوء حنان والمملوء رأفة، واللي اختبروه اولئك الذين اتقوه. عشان كده يختم المزمور ويقول صالح قدام اتقياءك، ان هؤلاء الاتقياء اختبروا ان الله فعل وان الله وفى وان الله صالح وان الله رحيم. ده الانسان الجبار اللي افتخر بالشر،